الحوثيون يعتدون على أطفال وشباب ويحلقون لهم رؤوسهم بالقوة. إلى أين سيصل الحوثي في قمع حريات المواطنين الشخصية والسعي وراء التحكم في أشكال الناس ومظاهرهم؟ وهل سيرفض المجتمع هذه السلوكيات المتصاعدة ضده؟ أهلا بكم. أقدمت قيادات حوثية في صنعاء اليوم على الاعتداء على مجموعة من الأطفال والشباب وحلاقة رؤوسهم عنوة في الشارع العام تحت مبرر تجاوزهم للأخلاق والآداب العامة. ليست هذه الحادثة الأولى التي يعتدي فيها الحوثيون على حريات الناس الشخصية، فقبل أسابيع شنت قيادات حوثية في صنعاء حملة لإحراق عبايات النساء وإخلاء المحلات التجارية من العبايات التي لا تروقهم، كما حذرت سلطات الحوثيين أصحاب محلات الحلاقة وأجبرتهم على الالتزام بأنواع محددة من قصات الشعر. هذا التدخل السافر والشخصي في أشكال الناس ومظاهرهم اعتبره كثيرون سعيا حوثيا ممنهجا لدعشنة المجتمع وقولبة أشكال المواطنين وأفكارهم بحسب فكر الجماعة وأيديولوجيتها الطائفية. يرى البعض أن الصمت عن انتهاك الحق العام والسكوت عن إسقاط الدولة الضامنة ليس سوى فرط لمسبحة باقي حقوق المجتمع، فالبداية من الحق العام ثم يأتي بعد ذلك الحق الشخصي والانتهاك الخاص على حياة المواطنين، وهكذا هي طبيعة الحركات الكهنوتية. فإلى أين سيصل الحوثيون في انتهاك حقوق اليمنيين؟ وإلى متى سيستمر صبرهم على هذه الممارسات؟ الحلاقة تعزيرا والاعتداء على الأطفال في صنعاء، هذه آخر تقليعات ميليشيا الحوثي وحلقة إضافية في مسلسل القمع وفرض السيطرة على مظاهر المواطنين وحرياتهم الشخصية. هذا اللي بيهاوز الناس، بيهاوز برات الناس في الشوارع والناس بيقاتلوا في الجبهة. منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على جزء كبير من الجغرافيا اليمنية، حاولت ميليشيا الحوثي إظهار نفسها بمظهر المدافع عن حقوق الناس ومصالحهم، لكن مع مرور الوقت ظهر للناس الوجه الحقيقي لهذه الجماعة، وبرز الأنموذج الطالباني كحقيقة واضحة لا تقبل المخاتلة. قبل أيام نفذ الحوثيون في صنعاء حملة لإحراق ربطات عبايات النساء بغرض فرض لباس معين على اليمنيات، فيما يبدو استنساخا حرفيا للتجربة الإيرانية في فرضها مظاهر محددة ومصادرة الحريات الشخصية وحق الناس في اختيار طريقة حياتهم وملابسهم. في محافظة إب نشرت الميليشيا تعميما لأصحاب صوالين الحلاقة بمنع بعض قصات الشعر والاقتصار على شكل معين للمواطنين، ومن يخالف ذلك مهدد بالاعتقال وإغلاق محله. شيئا فشيئا تظهر ميليشيا الحوثي أنموذجها الداعشي تجاه حريات المواطنين ومحاولة قولبة المجتمع على مظاهر معينة ولو قسرا، فلم تعد جماعة الحوثي الحركة الفتية أو الجماعة العلمانية كما كان يزعم بعض المثقفين إبان انقلابها. تحاول الميليشيا إسباغ مبررات أخلاقية ودينية على ممارساتها الكهنوتية ضد المجتمع وحرياته الفردية، لكن عصر العولمة والسماوات المفتوحة اليوم يجعل مهمة ميليشيا الحوثي أكثر صعوبة، وهذا ربما يفسر لجوء الحوثيين إلى قطع خدمة الإنترنت مؤخراً والحد من استخدامها من قبل المجتمع، غير أن هذه الانتهاكات يفسرها البعض بأنها مجرد إلهاء للرأي العام من قبل الميليشيا لتواري خلفها جرائم أشد سوءاً وأكثر نقمة بحق اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأكاديمي والباحث دكتور عادل دشيلة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير. دكتور، لم يكن إحراق أحزمة العبايات وطمس ومصادرة أطباق شبكات الإنترنت ومنع الاختلاط وكل تلك الإجراءات ربما إلا مقدمة لأعمال أكثر تطرفاً ومغالاة، آخرها اعتقال أطفال وشباب وحلاقة شعرهم بطريقة مهينة تحت مبررات واهية، يعني برأيك ألا يمثل أولاً هذا اعتداء على الأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن أمام عصابة ميليشاوية ذات خلفية أيديولوجية، والعنف هو سمة أساسية من أساسياتها ومن يعني ضمن فكرها الأيديولوجي القائم على لغة الدم. الحركة الحوثية هي الوجه الثاني للحركات العنف المسلحة والدينية المؤدلجة في سواء في أفريقيا أو حتى في الوطن العربي. هي الوجه الآخر للقاعدة وداعش. حركة هي الوجه الآخر لهذه الحركات التنظيمية الإرهابية الجناح الشيعي. طبعاً الحوثيون عندما يتكلمون عن الأخلاق ويتحدثون عن القيم اعتدوا على حرمات الناس، اعتدوا على النساء، يحدثون إذا كانت الحركة الحوثية جادة لماذا تعتدي على هؤلاء الأطفال؟ هناك مؤسسات دولة، هناك يعني محاكم، هناك قضاء. إذا المجتمع اليمني مجتمع قبلي تقليدي محافظ، ولا يمكن للحركة الحوثية أن تأتي لتعلم أبناء اليمن الأخلاق أو القيم النبيلة. الحركة الحوثية حركة عنف، وبالتالي هي تتعمد تجهيل المجتمع، وأيضا تتعمد أي الإخفاء جرائمها الحقيقية التي ارتكبتها بحق الشعب من خلال يعني إشاعة هذه الزوبعات، ومن خلال أنها حركة محافظة وأنها كذا. هذا بعيد كله عن الواقع. نريد من الحركة الحوثية أن تخبرنا أين ماذا تعمل في وزارة المواصلات، ماذا عملت في البنك المركزي، ماذا عملت بقوت الأبرياء الذين تأتي لهم الصدقات الدولية وتأكلها، ماذا عملت بالأبرياء في السجون السرية، ماذا عملت بالمخفيين قسرا، ماذا عملت بالمجتمع اليمني منذ العام 2014 حتى اللحظة. نريد الحركة الحوثية أن تكون في مكاشفة مع الشعب إذا كانت تقول بأنها حركة محافظة دينية وتسعى للحفاظ على حريات الناس. هذه حقوق شخصية. هؤلاء أطفال في أعمار 14 و15، هؤلاء أطفال وانتهاك حريتهم بهذه الطريقة هذا ليس نهي عن منكر ولا أمر معروف، هذا عبارة عن إجرام، عبارة عن يعني تصرف همجي لا يمت إلى القيم الإسلامية النبيلة التي دعا إليها دين الإسلامية الحنيف. إذا نحن أمام عصابة، هذه العصابة ارتكبت كل الموبقات وكل الجرائم بحق الشعب، وتريد يعني أن من خلال هذه الأعمال أن تقول للشعب اليمني، لأن الشعب اليمني شعب تقليدي محافظ. اليوم الكل بيقول هذا أعمال ما شاء الله، اتركوا الحركة الحوثية تؤدب هؤلاء. ولكن في الواقع هذا كله بعيد عن الواقع. دائما ما يعني تتخذ من أساليبها أعذار ربما يقبلها المجتمع، أو تضغط على وتر حساس بالنسبة للمجتمع. يعني أن تتحدث عن هؤلاء الأطفال أنهم يعاكسوا الفتيات أمام المدارس، مع العلم ربما أنها الآن إجازة يعني لنصف العام، ما يحدث حقيقة يجعل المتابع للصورة يدرك تماما خطر هذه الميليشيا، أو كيف أنها تعطي غطاء دائما لأعمالها الإرهابية والتجاوزية. نحن كما ذكرت لك قبل قليل، نحن أمام حركة عنف لا تتصرف من منظور دولة، نحن أمام ميليشيا مسلحة تتصرف بعقلية همجية لا تمت إلى قوانين الدولة أو حتى إلى يعني أبسط مقومات الدولة. هذه لا تمثل الدولة، هذه عصابة يعني انقضت على دولة بكاملها. الآن عندما نتحدث عن جماعة الحوثي، تتحدث الجماعة الحوثية اليوم عن الأخلاق وعن الشرف، وهم بعيدين عن الأخلاق وعن الشرف. إذا كانوا يتحدثون عن القيم الإنسانية النبيلة، فلماذا عشرات الآلاف من الأطفال قتلوا داخل الجبال من أجل الدفاع عن يعني مشروع نزيل السرداب عبد الملك الحوثي؟ عن ماذا يتحدث هؤلاء؟ أخرجوا 3 مليون طفل من داخل المدارس، وأخرجوا أكثر من 2 مليون طفل معرضون بأن يكونوا خارج المدارس. الشعب اليمني 8 مليون تحت خط الفقر، أكثر من عشرات من مئات الآلاف لا يجدون قوت يومهم. والحركة الحوثية تأتي لي بشعارات الرنانة تحت ما يسمى بالقيم الأخلاقية النبيلة التي تدعي زورا وبهتان أنها تمثل. الحركة الحوثية حركة إجرام، حركة إجرامية عقائدية طائفية تقوم بجرائم بشعة ضد الأطفال والنساء والمجتمع اليمني قاطبة. هذا هو التوصيف الحقيقي لما يحدث داخل صنعاء. الحركة الحوثية حولت صنعاء إلى مدينة مغلقة، حولت صنعاء إلى مدينة أشباح. هذا هو الواقع، هذا هو التاريخ. لا يأتوا ليتحدثوا عن الأخلاق. هل يعني عندما يتحدث عن طفل مراهق 14، هل هذا يعتبر عمل أخلاق وهو ينتهك البيوت وينتهك الحرمات ويذبح الأطفال ويقتل الأب أمام أطفال؟ هل هذه أعمال يدعى إليها الإسلام؟ عن ماذا يتحدثون؟ هؤلاء جماعة عنف، هذه جماعة قتل، هذه تريد أن تموه الأبرياء وتغطي على الحقائق وعلى الجرائم التي ارتكبتها بحق الأبرياء داخل المجتمع اليمني. نحن في مجتمع قبلي تقليدي محافظ، وعندما يرى مثل هذه الأعمال يساعد هذه الحركة. هذه حركة عنف، هذه الحركة اليوم قضت على كل شيء، قضت على الحريات العامة والشخصية، ونهبت المؤسسات وأدخلت البلد في نفق مظلم. وبالتالي مهما حاولت الحركة الحوثية أن تقول وأن تظهر للمجتمع اليمني على أنها تدافع عن
الأخلاق والقيم ما هو إلا نوع من الكذب والضحك على الذقون، ومصيرها سيكون إلى الجحيم طال الزمن أو قصر. لا خيار أمام الشعب اليمني سوى مواجهة هذه العصابة بكل الوسائل والقوانين التي كفلتها لهم الأعراف والديانات السماوية حتى يتخلصوا من هذه الحركة الميليشاوية، أو الموت أفضل من البقاء تحت حكمه. نعم، إذن كيف تفسر دكتور هذا التضييق وحصار الناس؟ كل يوم هناك يعني تضييق صنعاء بأهلها من كثر يعني في كل أسبوع ربما هناك شيء جديد يختلقه الحوثيون، هدفها الأساسي هو التضييق على الناس. العصابة عندما لو جينا نطبق مثلا عصابة بوكو حرام داخل نيجيريا أو العصابات الأخرى في أفريقيا، عندما تريد أن تعمل شيء أو أن تريد أن تقوم بعمل ممنهج تموه، تعمل تمويه. والحركة الحوثية اليوم عندما تريد أن ترتكب الآن القضية الأساسية قضية الاتصالات، الآن اختلقوا لنا قضية داخل صنعاء قضية الأخلاق، أعطونا ما الذي يحصل داخل وزارة المواصلات، أعطونا الآن هناك قضية النفط، مئات الملايين الدولارات بقضايا غسيل أموال فساد داخل صنعاء. الحركة الحوثية عندما هي تريد صوت، لا يكون هناك صوت سوى صوت واحد اسمه صوت المسيرة، هذه حركة عنف لا تقبل بالآخر، هذه جماعة دينية ميليشاوية مسلحة. اليوم تحولت جوامع صنعاء من حية على خير العمل، لا تريد أن يكون هناك أذان إلا حية على خير العمل، لا تريد أن يكون هناك صوت سوى صوت المسيرة، لا تريد أن يكون هناك صوت سوى صوت عبد الملك الحوثي. إذن الحركة الحوثية بهذه الأعمال الإجرامية التي تمادت في ارتكابها بحق أبناء الشعب هي تقرب من نهايتها، لأن المجتمع اليمني بطبيعة الحال يعرف الحركة الحوثية جيدا، هي الآن تحاول أن 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 أن, أن تظهر صورتها على أنها تدافع عن الأبرياء وأن عندها قيم، سموا لنا الهوية الإيمانية، نحن شعب إيماني، وصفنا الرسول الأعظم قبل 1400 سنة بأننا أرق أفئدة وقلوبا، نحن أهل الإيمان والحكمة، لن ننتظر من نزيل سرداب داخل صعدة أن يتحدث عن الهوية الإيمانية. هم الآن قاموا بتجريف الهوية، الحركة الحوثية اليوم تحاول جادة، ودعيني أركز على هذه النقطة، تجريف الهوية الثقافية لهذا الشعب تحت ما يسمى بالهوية الإيمانية، يريد تجريف الهوية، طمس كل ما له يعني صلة بثورة 26 سبتمبر، طمس كل ما له صلة بالمجتمع اليمني تحت أعذار واهية وما يسمى بالدفاع عن القيم والأخلاق وما إلى ذلك، وهم بعيدين، وهم آخر من يتحدث عن الأخلاق، هم آخر من يتحدث عن القيم الإنسانية، هم آخر من يتحدث عن العادة التقاليد القبلية اليمنية. نقضوا العهود والمواثيق وكل شيء، دمروا كل جميل، قضوا على كل شيء، واليوم يتحدث عن أطفال يأتي بطفل ويقول ويكب أسألكم بالله لا تقصوا راسي بهذه الطريقة البشعة. هؤلاء أطفال كان عبارة عن تم تأديبهم بطريقة ليست مهينة. إذا ثبت فعلا يعني هناك محاكم، هناك نيابات، هناك دولة يتصرف من منظور دولة، تصرف من منظور عصابات. حتى الذي كان يحرق الأطفال هو في نفسه رأس كبير، الشخص نفسه هو في نفس الشكل لا يطمئن، حتى الشخص الذي كان يقوم بحلاقة أو بحلق رؤوس الأطفال هو نفسه شكله لا يطمئن. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أن تنضم معنا الصحفية والكاتبة سهير السمان عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذة سهير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة الكريمة من قناة يوم شباب. قناة بلقيس، أهلا بك. إذن أستاذة سهير، أستاذة سهير، موجة جديدة من التضييق على حياة الناس تمارسها ميليشيا الحوثي بصنعاء، كيف تفسرين ذلك؟ هذه الجماعة الحوثية هي جماعة إرهابية تستغل الدين في سبيل الوصول إلى مصالحها الدنيوية، وتلعب على الوتر العاطفي لدى الناس البسطاء، وتصور لهم أنهم خلفاء النبي وآل البيت على هذه الأرض، وبالتالي فهي تعكس للمواطنين وللعامة أنهم ممثلو الأخلاق والفضيلة، والتي صورتها بالصورة الشكلية في ممارسة الأفراد من خلال طريقة لبسهم الحديثة، والتي صورونها للعامة أنها الثقافة الغربية المعادية للإسلام والأخلاق، فعليهم بالتالي أن يحافظوا على عاداتهم وثقافتهم، وهي في الحقيقة عودة إلى التخلف وإلى الانغلاق ورفض الآخر المختلف. نعم، إذن برأيك هل هي نتاج سيطرة جماعة متطرفة كأي جماعات إرهابية داعش وطالبان وغيره؟ لا شك أن هذه الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي هي أعمال واضحة وجلية،
لا تختلف عن الجماعات الإرهابية مثل داعش والطالبان وجماعة بوكو حرام أو النصرة. فهذه الجماعة التي تنتهك الحريات الدينية والشخصية للمواطنين، تتدخل في حياتهم الخاصة لتصبح موازية لهذه الحركات الإرهابية. فما بين إغلاق المعاهد التعليمية، المقاهي، المطاعم بحجج الاختلاط وطمس حرية المواطنين ومحاربة حياتهم الخاصة تحت مسمى الخروج عن العادات والتقاليد، متجاهلة معاناة السكان وإيقافهم صرف مرتبات الموظفين، نهب مدخرات أصحاب المحلات، التفيد حتى من أصحاب المهن البسيطة الذين يتجولون في الطرقات، فأي إرهاب بعد هذا؟ ونحن ما رأينا في وقد سمعنا يعني أن الخارجية في بيان لها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرار يقضي بتصنيف هذه الجماعة ضمن كيانات إرهابية مثل النصرة وداعش والطالبان وبوكو حرام. ومع هذا فالجماعة الحوثية لا تعير هذه القرارات الدولية أي اهتمام، لأنها تعتبرها جهة معادية، بل أعتقد أنها تزداد كلما سمعت مثل هذه القرارات الدولية، تزداد في انتهاكاتها وتعسفها تجاه المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، كرد فعل تحدي لتلك الجهات الدولية. نعم، هناك من يقول أستاذ سهير أن هذه الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي هي مجرد ممارسات لإلهاء الناس بها وصرفها عن الجرائم الحقيقية التي ترتكبها بحق اليمنيين. صحيح، هذه الممارسات هي تغطية متعمدة في سبيل إخفاء جرائمها الحقيقية في حق المواطنين اليمنيين، التجويع، الانتهاك، أخذ مرتبات الموظفين، هذه يعني أكبر جرائم تمارسها جماعة الحوثي، وتقوم بتغطية هذه الجرائم بهذه الأعمال والممارسات على الأرض. فالمواطن اليمني لا يجد قوت يومه، فلا سبيل أمام هذه الجماعة إلا تغذية قناعاته بأنه يواجه ويقاتل اليهود والنصارى، وذلك من خلال غرس خطاب الكراهية والطائفية وهتافات الولاء وغسل أدمغة الشباب والأطفال بمنحهم دخول الجنة في حالة استشهادهم. إلى جانب أن الحوثيين وما يمارسه يعني تمارسه من تقييد للحريات وعزل المجتمع اليمني عن العالم بخلق أزمات متعددة، منها تعطيل شبكات الإنترنت وقمع أصوات المعارضة المتمثلة في اعتقال الصحفيين والناشطين وإفراغ أيضا المؤسسات التعليمية من الكوادر الوطنية واستبدالها بعناصر تابعة لها، وهي حين تضع بدائلها تكون قد صنفت المفصولين أيضا بأنهم مرتزقة وتابعين للعدوان. فهذه الممارسات يعني لا شك أنها تقوم بتغطية أفعالها وجرائمها الحقيقية في حق الشعب اليمني. نعم، إذن برأيك أستاذة سهير، لما ينصرف الحوثيون عن توفير مقومات الحياة للمواطنين وذهبوا للمزيد من تقييد حريات الناس ومحاصرة خصوصياتهم بهذا الشكل؟ وتعلمين أن ربما حلق شعور الشباب هو آخر الطلعات التي ظهر بها الحوثي، هناك إغلاق الكافيهات وهناك أيضا إحراق البالطوهات والعديد العديد من الممارسات. في الحقيقة لقد أذهلني المشهد اليوم في الصباح الباكر، يعني نظرت إلى الفيديو المنتشر بحق شباب لا حول لهم ولا قوة وأطفال يعني التي قاموا بها الحوثيين. الحوثيين جماعة أنتجتها مرجعيات إرهابية ليس لها صلة بالإسلام ولا مبادئه الإنسانية، فكيف لهم أن يحملوا مشروعا إنسانيا أو وطنيا لأجل أن يخففوا من معاناة الشعب وهم أنفسهم سيفا مسلط على رقاب الناس والمواطنين؟ فيعني كيف تحملون مشروع يخرج اليمنيين من أزماتهم ومن كوارثهم الآن الحاصلة؟ هم جماعة طفيلية تقتات من جمع الإثاوات، السطو على أملاك المواطنين، نهب وسلب ثروات البلد،
فماذا سيكون منها سوى أن تدعي أنها حامية الشرف والفضيلة وتقوم بهذه الأعمال، أن حامية للشرف والفضيلة التي لن تنتهك إلا في عهدها؟ فما هي الأخلاق والشرف في شرعتهم وهم يعتقلون النساء ويتاجرون في أعراضهم، يقتحمون المنازل أمام مرأة ومسمع العالم ولا يرعون في ذلك أي تقاليد أو أعراف أو حتى ضمير إنساني؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك سهير السمان الصحفية والكاتبة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور عادل. دكتور، يعني ما الذي يعني كسر المجتمع بهذه القسوة لتصبح صنعاء مجرد سجن كبير، خاصة مع توقف الإنترنت هذه الأيام؟ طبعا الحركة الحوثية كما ذكرت لك قبل قليل لا تريد يعني أي صوت معارض سوى صوت المسيرة القرآنية. الحركة الحوثية تستغل يعني الوضع في هذه المناطق الشمالية القبلية التقليدية التي تعتبرها الحركة الحوثية كمعقل تاريخي لها. لا. والمجتمع اليمني مجتمع قبلي تقليدي محافظ. اليوم الحركة الحوثية لم تحول صنعاء إلى سجن مغلق أو مفتوح شبه مفتوح، لكنها حولت المناطق التي تحت سيطرتها إلى سجن مغلق تماما. نتحدث عن الحديدة، نتحدث عن حجة، 430 ألف نازح من داخل الحديدة إلى داخل حجة في خلال العام 2019. عندما نتحدث عن 20 ألف طفل داخل الحديدة، هؤلاء يعانون سوء التغذية داخل الحديدة. الحركة الحوثية عندما تأتي كان الأولى والأجدر بالحركة الحوثية أن تحترم الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال. كان الأولى بالحركة الحوثية أن تترك هؤلاء الأطفال أن يدخلوا على المدارس وأن يتعلموا، بدلا من فتح المراكز السرية لتعليمهم الثقافة الطائفية الأيديولوجية القائمة على لغة الدم وتعليمهم كيفية التفجير وكيفية حمل السلاح. كان الأولى بالحركة الحوثية أن تفتح مراكز تعليمية. نحن مجتمع قبلي ونحترم القيم والعادات والتقاليد، ولن يأتي هذا ليعلم الحركة الحوثية، تأتي لتعلم المجتمع اليمني. المجتمع اليمني معروف بطبيعة الحال والعالم كله يعرف طبيعة المجتمع اليمني الوحيد في المنطقة، لم نقول يعني ليس في المنطقة ولكن على المستوى الوطن العربي، المجتمع اليمني مجتمع تقليدي قبلي محافظ. والحركة الحوثية تأتي لتقول بأنه وكأنه يعني أتى ليعلم الناس على أنه هو يحافظ على الدين ويحافظ على كذا. الحركة الحوثية قامت بأعمال ممنهجة، قطع الإنترنت لكي لا يعرف العالم ما يحصل داخل العاصمة اليمنية صنعاء من جرائم ضد الإنسانية، ما يحصل داخل صنعاء جرائم مروعة بحق النساء، بحق الأطفال، بحق السجناء، بحق المنظمات، بحق كل شيء، بحق الأبرياء. عندما تقوم الحركة الحوثية بهذه الأعمال الغير مشروعة، هي كما ذكرت لك تريد الحفاظ على سمعتها أمام القبائل داخليا، وتريد أن تقطع يعني كل ما له صلة بالمجتمع اليمني بالخارج، أي أن لا يعرف العالم الخارجي ما الذي يحصل داخل المناطق الشمالية. هناك جرائم داخل إب، هناك جرائم داخل دمار، هناك جرائم داخل صعدة، هناك جرائم داخل عمران، داخل حجة، كل هذه المحافظة أصبحت هذه المناطق تدار بوحوش بشرية في هيئة بشر، ومن يتحكم بالمشهد السياسي والثقافي والعسكري والأمني والتعليمي هم عبارة عن مشرفين من داخل الكهوف السرية التي يتعلمون فيها الثقافة القرآنية أو ثقافة قاسم سليماني التي استوردناها منذ العام 1990 حتى اللحظة. لذلك اليوم الحركة الحوثية تتنصل عن كل ما التزمت به تجاه المواطن اليمني، وتفتح لهم قضايا جانبية. يوم قالوا دخلوا البالطوهات وحرقوها، وقالوا ويوم يدخلوا يقولوا حلاقة رؤوس الأطفال، ويوم يقولوا المرأة يعني النساء ينبغي كذا إيش تعمل. لا أعرف كيف يتصرف هؤلاء، كيف يفكر هؤلاء. هؤلاء يفكروا بعقلية تقليدية طائفية، وبالتالي لن يخضعوا ولن يحترموا الحقوق ما لم يتم هزيمتهم عسكريا وإخراجهم من صنعاء بالسلاح مثل ما دخلوها بالسلاح. نعم، برأيك ما تأثير كل ذلك على حياة الناس؟ بكل تأكيد المجتمع اليمني، هؤلاء الأطفال الآن اليوم لو سمعت أحد ماذا كان يقول وهو خلال ما يعني يحرق الأطفال، يقول لهم التحقوا بالجبهات. أي جبهة يا أخي؟ أي جبهة تريد هؤلاء الأطفال؟ ألم يكتفي الحوثي بأنه فتح أكبر إنجاز للحركة الحوثية هو فتح المقابر الجماعية داخل المحافظات الشمالية؟ ألم يكتفي بأولئك الذين قتلهم منذ حربها الكارثية في العام 2004 حتى اللحظة؟ لم يكتفي تكتفي الحركة الحوثية بكل ما قامت به من جرائم ضد الإنسانية داخل هذه المناطق، تريد أن يلتحق هؤلاء بالجبهات. الآن نريد أبناء الطبقة الهاشمية أن يلتحقوا بالجبهات، نريد أبناء عبد الملك الحوثي وأحفاده أن يلتحقوا بالجبهات، نريد أبناء الهاشمية داخل الطيرمان
يلتحقوا بالجبهات، نريد أبنائهم الذين يتعلمون داخل باريس وداخل وواشنطن ولندن وعواصم أخرى، نريد هؤلاء أن يلتحقوا بالجبهات، لا أتوا إلى أبناء الأبرياء وهؤلاء الفقراء داخل العاصمة اليمنية صنعاء. إذا كانوا يريدوا أن يكون هناك أمن واستقرار ويريدوا حرب فليدفعوا بأبنائهم. لماذا يدفعوا بأبناء القبائل وأبناء الأسر الفقيرة؟ الحركة الحوثية ضيقت على الناس وهناك احتقان، هناك يعني هناك سيكون هناك انفجار شعبي. هذه الأعمال تقرب من نهاية الحوثي، هذه الأعمال لن تزيد الطين إلا بلة، والحركة الحوثية تعرف جيدا، وبالتالي هي تقوم الآن بعملية انتقام، انتقام تاريخي، لأنهم يقولوا بأن الشعب اليمني سلب الإمام منهم منذ العام 1962 حتى العام 2014، ولذلك ما يقوم به الآن لا يمت إلى القيم الأخلاقية النبيلة بصفة، وإنما يعبر عن هذه العقلية التقليدية للطبقة الهاشمية السياسية ممثلة بجناحها العسكري الحركة الحوثية. إذا أردت أن تفهم الجناح السياسي والعسكري للطبقة الهاشمية فلتنظر إلى ما يقوم به الحوثي داخل المناطق التي يسيطر عليها. هذا هو الثقافة التقليدية أو الثقافة الإيمانية لجماعة الطبقة الهاشمية التي تحكم صنعاء بقوة الحيد والنار اليوم. ولذلك اليمنيون قرروا بأن يواجهوا هذه العصابة، ولو اجتمعت كل شعوب الدنيا ضدهم لن يخضعوا لحكم هذه الإمامة، ومثل ما واجهوها منذ العام 2014 حتى اللحظة فسيستمروا في مواجهة هذه الحركة إلى أن يأذن الله لهم بالنصر على هذه العصابة أو أن تخضع للسلام. نعم، إذن الحوثي يمارس عنف ممنهج كما تفضلت، يوازي ربما ما ترتكبه الجماعات الإرهابية والمتطرفة حول العالم. لماذا برأيك حتى الآن لم يتم إدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية؟ نظرا لفشل السياسة اليمنية، نظرا لفشل الدبلوماسية اليمنية، نظرا لفشل من يدير دفة الحكم داخل الجمهورية اليمنية، وهنا عن الشرعية اليمنية، الشرعية اليمنية لم تقوم بدورها القانوني والأخلاقي تجاه الأبرياء، حتى اللحظة كان الأولى. العالم لا يعرف ما الذي يدور داخل صنعاء، العالم الآن في المجتمع الدولي هناك من يتصور بأن الحركة الحوثية حركة مظلومة، وأن الحركة الحوثية تدافع عن نفسها وأنها مظلومة داخل هذه المناطق الجبلية، العالم يتصور هكذا. فشلنا فشلا ذريعا في أن نعرف بقضيتنا المجتمع الدولي. هنا هذا السؤال والجيل للخارجية اليمنية، وجهه لوزارة حقوق الإنسان، وجهه لرئاسة الوزراء، لرئاسة الدولة، هنا هم يتحملوا هذا الملف. لأنه لو الخارجية اليمنية عملت منذ اليوم الأول على ترتيب أو على تسجيل كل الجرائم التي ارتكبتها الحركة الحوثية وتوثيقها، ومن ثم تسطيرها إلى المجتمع الدولي وإعراضها على الأمم المتحدة وعلى وزراء الخارجية في هذه الدول، لدينا أكثر من 40 يعني ممثل أو سفارة أو قنصل وما إلى ذلك وما شابه ذلك في 40 دولة، لماذا لا تتحرك الخارجية اليمنية وتقوم تعرف بهذه الحركة الميليشياوية وتعرف العالم بقضاياها وبجرائمها حتى يتم إدراجها بأنها حركة عنف مسلحة وأنها جماعة إرهابية؟ ما تقوم به الحركة الحوثية فوق جرائم داعش، ما تقوم به الحركة الحوثية يفوق جرائم بوكو حرام، ما تقوم به الحركة الحوثية يفوق ما تقوم به حركة طالبان، ما تقوم به جماعة الحوثية يفوق كل العصابات سواء المافيا أو العصابات المسلحة في دول العالم الثالث في آسيا أو أفريقيا. ولذلك الخارجية اليمنية فشلت في هذا الملف، مما جعل الحركة الحوثية تتوسع. اليوم الحركة الحوثية لديها هناك أنصار داخل المنظمات الدولية ويقول نحن السكان الأصليين اللي في هذه المناطق، ونحن حركة قام التحالف العربي بضربنا والناس تقاتلنا، ونحن ندافع عن أرضنا وندافع عن كرامتنا وندافع عن حريتنا والدينية. عن أي حرية دينية؟ حول المجتمع اليمني كله إلى مجتمع إلى صوت واحد، عن أي تسامح؟ إذن الحركة الحوثية الآن هي تحاول جاهدة أن تنفذ مشروعها على حساب هؤلاء الأبرياء، وهي تتصور بأن مشروعها سيستمر إلى ما لا نهاية، ولكن لا أتصور أن يستمر. وأن فشلت الخارجية اليمنية فلا بد من جيل ولا بد من تيار وطني يعيد الحق إلى نصابه ويعيد الحركة الحوثية إلى مكانها الذي تستحقه، وهو الكهوف داخل صعدة، ومن ثم تقديم قادتها إلى المحاكم طال الزمن أو قصر. الحركة الحوثية تعرف جيدا أن مشروعها إلى زوال، وأكرر هذه العبارة، مشروعها إلى زوال، وهي تعرف ذلك جيدا، وهي تعد العدة لكيفية الخروج في المستقبل إذا تم يعني هناك أي عملية سياسية. نعم، إذن دكتور، قال أحدهم تعليقا على هذه الحادثة، إذا لم تشغل هذه الحركة بالحرب فإنها تشغل وقتها بملاحقة الناس، بالتحرش بالأطفال، بالاعتداء على النساء، وممارسة الاعتداءات الجسدية والنفسية. برأيك ما هو الحل أو ما الذي يجب عمله لمواجهة هذا التنمر ضد المجتمع، خصوصا مع توقف الجبهات وخذلان الجميع لفكرة استعادة الدولة؟ طبعا نحن الشعب اليمني وقع بين سندان التحالف ومطرقة الحركة الحوثية، سندان التحالف الحكومة الشرعية ومطرقة الحركة الحوثية ومن يعني يدعمها.
الحركة الحوثية بكل تأكيد هي الآن تستغل يعني الهدنة مع التحالف العربي، ونحن نعرف جيدا بأن التحالف العربي لا يريد هزيمة الحركة الحوثية منذ اليوم الأول. التحالف العربي كان لديه استراتيجية واضحة، حتى أنه جاء أحدهم قال يعني الإماراتيين عندما وصلوا إلى عدن قالوا لدينا استراتيجية واضحة وهو الاستيلاء على الساحل الغربي والاستيلاء على الموانئ. هكذا تكلم أمام قادة المقاومة الشعبية داخل عدن في العام 2015. ولذلك التحالف العربي هو ليس لديه استراتيجية لمواجهة الحركة الحوثية، بل أنه يريد يعني تثبيتها في المناطق الشمالية ويريد تقسيم البلاد، ونحن نعرف ما الذي يجري والكل يعرف ما الذي يجري داخل الأراضي اليمنية. اليوم خذلنا من شرعيتنا التي تمثل البلاد، وخذلنا من أشقائنا العرب، وأيضا نحن أمام عصابة ميليشاوية مسلحة، وبالتالي الحركة الحوثية تستغل كل الظروف يعني لخدمة مشروعها يعني على المدى القصير والمتوسط والبعيد. لكن أنا أتوقع بأنه الأمور لن تستمر هكذا، والشرعية اليمنية وصلت إلى نهايتها. الشرعية اليمنية اليوم هي في لحظات الأخيرة، بغض النظر من يقول أن هذه الشرعية، هذه الشرعية فشلت فشلا ذريعا في كافة الملفات، وينبغي أن نعترف هذه الشرعية أصبحت رهن الإقامة الجبرية داخل العاصمة السعودية الرياض ولا تمثل أبناء اليمن، وبالتالي تركت المجال للميليشيات المسلحة سواء في المناطق الشمالية أو في المناطق الغربية أو في المناطق الجنوبية تسرح وتمرح. نحن اليوم نعيش في مرحلة ألا دولة داخل البلاد، وهناك ميليشيات مسلحة تتقاسم الحكم، وكل ميليشيا مسلحة تريد أن تفرض منهجها وأيديولوجيتها وفكرها وسياستها على المناطق التي تسيطر عليها، والمواطن اليمني مع الأسف الشديد هو الضحية، هو من يدفع الثمن. في عدن يتم انتهاك، بالأمس قتلوا طالب أو كذا، وفي المناطق الشمالية يتم انتهاك حقوق الأطفال وحقوق الطلاب وحقوق الأكاديميين وما إلى ذلك، وسيستمر المشهد إلى أن يأتي تيار وطني حقيقي ليلفظ كل هذه الجماعات الميليشاوية ويهزمها عسكريا، ومن ثم نعود إلى الدولة اليمنية الاتحادية التي هي حلم كل يمني غيور، وسيتحقق هذا الحلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ دكتور أن ينضم معنا الأستاذ عبد الرحمن برمان المحامي عبر الهاتف من الولايات المتحدة. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين جميعا. أستاذ عبد الرحمن، كيف تتابع ويتابع الناشطون في مجال حقوق الإنسان سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لسكان صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها؟ طبعا الميليشيات الحوثي تمارس عملية انتهاكات واسعة في كل على كل المستويات وعلى كل المجالات، ابتداء من انتهاكات حق الإنسان في الحياة إلى الانتهاكات في الخصوصية والفرديات العامة، إلى أن تتدخل في لبس الإنسان وفي شكله وفي تسريحة شعره وفي طول الشعر وبصره، في بلطوهات النساء، في كل شيء تتدخل هذه الميليشيات، وهذه طبيعية أي حركات أيديولوجية. لكن ما وصلت به ميليشيات الحوثي هو نوع من الإسراف في الانتهاكات، يعني لم هي تسعى إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة هذه الانتهاكات. آخرها ما سمعنا من مداهمة ثالث محلات البلطوهات وتقطيع البلطوهات التي يرون أنها غير لائقة، وأيضا اعتداء على الشباب والأطفال الذين رؤوسهم طويلة أو تسريحة شعرهم لا تعجب هذه الميليشيات، وكأنهم يريدوا أن يكون الناس على لون واحد وعلى شكل واحد، وشكل القادمون من الكهوف والذي أشكالهم مرعبة ومخيفة للناس. لكن أنا أقول إنه حالة المواطنين الذين يعيشون في تحت سيطرة ميليشيات الحوثي يعيشوا حالة من الرعب، حالة من الخوف، حالة من الانتهاك، انتهكت خصوصياتهم، انتهكت منازلهم، انتهكت أموالهم، انتهكت أعراضهم، اعتقلت النساء. تمارس الميليشيات عملية تنكيل متعمدة، يعني هي ليست هي، أنا أشعر أحيانا أنه نوع من التعمد، حتى أنه قد يخالف منهج الميليشيات حتى في بعض الأحيان. نحن نرى يعني ناشطات حوثيات يظهرين في شاشات التلفزيون وفي أوروبا وفي أمريكا، وهن يعني لابسات بكل حرية يعني، ولا ويعودن إلى صنعاء، والأمر طبيعي جدا. لكن عندما يأتي أحد المواطنين ويعني ويمارس نوع من الحرية في لبسه، في شكله، في مظهره، في حياته الخاصة، تعتدي هذه الميليشيات لأنها تسعى إلى إذلال الناس وإلى تعويدهم على وتركيعهم، ويتعود الناس على أن كلمة الميليشيات هي التي يجب أن تمر، وحتى يتعود الناس على الخضوع وعلى الانكسار. نعم، إذن برأيك كيف تفسر تحول ميليشيا الحوثي لارتكاب مثل هذه الأحداث التي تندرج في إطار التضييق على الحريات؟ يعني هل فعلا تسعى لتكون نموذج آخر لداعش ولي
بعض الجماعات المتطرفة، أم أنها تغطي على جرائم أكبر وتلهي الناس بمثل هذه المظاهر؟ كلا الأمرين واردين. هي طبعا نسخة أخرى من داعش مع اختلاف الفكري الذي بينهما، لكنها تمارس نفس الانتهاكات. وأيضا هي تعمل عملية إلهاء للناس في اختلاك أشياء جديدة حتى ينسوا موضوع الراتب، مصادرة للعملات الجديدة، مداهمة للشركات والمحلات وإغلاق كثير من الشركات، كثير من الانتهاكات التي تمارسها. لكن أنا أقول أنه السبب هذا كله يعود إلى الهدوء الذي موجود على الجبهات في نهم وفي غيرها. الميليشيات الآن تعيش نوع من الاستراحة وهي تعود إلى المواطنين، لكن عندما تكون تشعر أنها اقترب الخطر منها واقترب القوات الجيش الوطني من صنعاء، سنراها تكون ودودة مع المواطنين. هي الآن عندما ترى أنها يعني تعيش حالة من المسالمة والمهادنة مع السلطات الشرعية ومع الجيش الوطني، هي تعود على انتهاكات واسعة على المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرتها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الرحمن برمان المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني يحدث ما يحدث والعالم يتحدث عن شراكة سياسية مع هذه الجماعة، ما الذي يمكن أن نتوقع من هذه الميليشيا إذا ما حكمت صنعاء وتهيأت له أسباب الحكم باتفاق سياسي أو يعني حتى السيطرة على المدى الطويل باليمنيين؟ يعني حيكون عندنا تكرار نسخة حزب الله في جنوب لبنان، ننظر ما يحصل في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويكون عندنا نسخة أخرى للحشد الشعبي في العراق، تدمير الموصل، و و و ونسخة ثالثة للحرس الثوري داخل إيران. هذه النسخة الثلاث إذا سمح الحركة الحوثية بأن تكون شريك في أي عملية سياسية حقيقية وأن يتم يعني ترك ميليشياتها المسلحة تسرح وتمرح بحيث يكون هناك دولة داخل دولة، معنى ذلك تكرار السيناريو اللبناني، تكرار السيناريو أيضا العراقي، أيضا تكرار سيناريو ما حصل حتى في يوغوسلافيا، تقسيم البلد إلى كانتونات متناحرة. هذه الميليشيات المسلحة لديها يعني فكر واضح ولديها استراتيجية واضحة وأهداف واضحة. يعني إذا أردنا أن نعرف من هي الحركة الحوثية فعلينا أن نوثق تاريخها منذ العام 2014 حتى اللحظة. هذه الحركة الحوثية، وإذا أردنا أن نعرف كيف ستدير الحركة الحوثية دفة الحكم في الجمهورية اليمنية في حال تم يعني شراكة في أي عملية سياسية مستقبلية، لننظر ماذا عملت بالمجتمع اليمني. معنى ذلك أن الحركة الحوثية إذا تم إعطائها غطاء شرعي، يعني معنى ذلك أنها ستكون بجرائم أوسع من ذلك. اليوم نحن نعيش يعني تحت رحمة هذه الميليشيات في المناطق الشمالية. أين المدارس؟ أغلقوا المدارس، أغلقوا الجامعات، أغلقوا المؤسسات، حتى المساجد يعني كانت مساجد صنعاء كانت إلى الشوارع المصلين في الجمعة، أغلقوا هذه. حتى الآن يصبح صف أو صفين داخل الكذا، المؤذن والمشرف والذي يصرخ داخل المساجد. فقط تحولت المساجد إلى أماكن يعني مخيفة، مساجد بيوت الله حولوها. إذا سمح للحركة الحوثية معنى ذلك أنها ستتمادى في إجرامها وتنفذ جرائم أبشع من الجرائم التي ارتكبتها بحق الأبرياء. نحن نعرف بأنه أي حركة دينية تجعل من الدين غطاء سياسي لها لتنفيذ أهدافها لن تتورع في ارتكاب كل الجرائم بحق الأبرياء، ولا يوجد في قاموسها حاجة اسمها الحريات الشخصية، ولا يوجد حتى حرية الصحافة، ولا يوجد الاحترام الآخر، ولا يوجد حتى دساتير أو قانون. ضربوا بالدستور البلاد عرض الحائط، ضربوا بالقضاء عرض الحائط، ضربوا بالقوانين عرض الحائط، ضربوا الآن يعني الحركة الحوثية. كنا نريد من الحركة الحوثية فقط أن تلتفت إلى الأبرياء، أولئك المدرس اليمني الذي أصبح يموت إما الموت قهراً أو الموت جوعا وفقرا، أو العمل قهرا في هذه المدارس. كنا نريد من الحركة الحوثية أن توفر الحد الأدنى من المرتبات لهؤلاء الأبرياء. كنا نريدها أن توفر، إذا أردت الحركة الحوثية بأن يكون هناك عملية سياسية وأن تكون جزء من في أي عملية سياسية مستقبلية، بأن تظهر الوجه الحسن للآخر، لكنها أبت إلا أن تستمر في إظهار وجهها القبيح تجاه المواطن اليمني. هذا هو الحركة الحوثية، هذا هو النظام الإمامي الذي حذر منه الزبيري وأحفاد الزبيري وأيضا شركاء الزبيري وأيضا زملاء في العام 1962. هذا هو الوجه الآخر الإمامة. الإمامة رجعت بثوب عبد الملك الحوثي في العام 2014. عندما كنا نتحدث عن تاريخ الإمامة كان البعض يقول كنا يعني نبالغ في جرائم الإمامة. اليوم جاءت الإمامة بثوب جديد وفعلت ما فعلت بالمواطن اليمني. إذن الحديث عن
حل سياسي ما هو إلا استمرار لبقاء اليمن في مرحلة اللا دولة، وعدم السماح للدولة الشرعية بحسم المعركة عسكريا ما هو إلا يعني جعل البلد أن يتحول إلى عراق آخر وأن يتحول إلى جغرافيا لتصفية الحسابات الدولية. مع الأسف الشديد أصبح بلدنا اليوم مكان لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، والسبب هو بركات نزيل السرداب عبد الملك الحوثي وإنقلابها المسلح الذي كان ضد الدولة اليمنية في العام 2014. إذن دكتور، يعني برأيك لما لا تثير هذه الأعمال الهمجية حفيظة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ولا يتحدث العالم عن كل هذه التجاوزات التي تحدث؟ هناك منظمات حقوقية تكتب باللغة الإنجليزية، وهناك من يوثق هذه، لكن أنت عندما تشتغل يعني بمفردك كمنظمة حقوقية أنت لست صانع قرار، أنت مجرد إنسان حقوقي تكشف يعني توثق هذه الجرائم في منظمات حقوقية توثق هذه الجرائم، ولكن أين هو صانع القرار؟ صانع القرار هو الذي يتخذ القرار، من يدير دفة الحكم هو الذي يتحمل المسؤولية تجاه هذه الجرائم. إذا كان هناك يعني إذا كانت الدولة فاشلة ماذا تتوقع من منظمة حقوقية يعني بعمل شخصي أو بمؤسسات خيرية تقوم بهذه الأعمال؟ لا شيء. عندما يكون هناك دولة قوية يعني لو نظرنا مثلا ما حصل في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، ما حصل في ليبيا عندما تحركت الحكومة الليبية وهي محاصرة من الإمارات والسعودية ومصر وأيضا دول أخرى وحتى روسيا، وعندما جاءت وعقدت صفقة مع تركيا وتحركت الخارجية الليبية أقل حال توصلوا إلى الآن إلى وقف إطلاق النار ولأن يكون هناك حوار سياسي. الدولة اليمنية نفسها محاصرة ولا تستطيع أن تكون بواجبتها تجاه المواطن اليمني، مما جعل هذه الجرائم غائبة عن المجتمع الدولي ولا يلتفت إليها. المجتمع الدولي لا يعرف ما الذي يدور داخل اليمن حتى اللحظة. سألوا واحد يمني جاء يمثل في مؤتمر دولي، قالوا له يعني what does Houthi want، ما هو يشتري، ما الذي يريد الحوثي؟ قال I don't know، أنا لا أعرف ذلك. ولذلك المجتمع الدولي لا يعرف ما الذي يدور داخل الأراضي اليمنية. المجتمع الدولي نفسه الآن يريد من يحرك هذا الملف الخارجية اليمنية وحقوق الإنسان. أنا ذكرنا في حلقة ماضية وزير حقوق الإنسان قام يكرم الجلاد ضد يعني وترك الضحية. وفي هذه الحلقة كان يفترض أن يكون معنا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، ولكن للأسف لم، رغم أنه وعدنا بالظهور معنا لم يتم الوصول إليه خلال الحلقة. برأيك دكتور كيف يمكن مواجهة هذا التيار المتطرف والعنيف والذي لم تألفه اليمن إلا في عهد الإمامة؟ هنا نحن الآن في حرب، نحن الآن في مواجهة مسلحة، لسنا في يعني في وضع مستقر حتى نواجهها بالصحافة أو بالإعلام وكذا، نحن في حالة حرب. وبالتالي المجتمع اليمني بكله تحت راية الحكومة الشرعية يواجه هذه الجماعة المسلحة في المدارس وفي الجبهات. نحن في حالة حرب مع هذه الحرب، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم شيء سوى الاستمرار عسكريا مع هذه الميليشيا. أما بالنسبة لتوثيق هذه الجرائم نوثقها للمستقبل لمحاكمة هؤلاء، لكن اليوم المجتمع اليمني بكله في حالة حرب مع هذه الحركة الحوثية. إذا هذا هو بإمكان المجتمع اليمني يعني أن يتقدم عسكريا في هذه، وبالتالي أنا أتوقع يعني أنه في المستقبل سواء اليوم أو غدا أو بعد غدا سيتفجر الوضع. متى؟ سيكون قريب، سيتفجر الوضع. لن اليمنيون يصبرون ويتحملون، ولكن عندما يصل الضغط الشعبي إلى حد لا يمكن القبول به تتفجر الأوضاع وتخرج عن السيطرة، وبالتالي سنرى هناك يعني نرى انتفاضات مسلحة داخل المحافظة الشمالية. حتى لو اجتمع العالم كله يقول لابد من عملية سياسية، الحركة الحوثية تصب يعني الآن تسوق المجتمع في هذا الاتجاه لتفجير الوضع عسكريا في المناطق الشمالية وانفجار شعبي. الانفجار الشعبي سيكون في المستقبل القريب. متى؟ سيكون قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نأمله. لابد لليل من فجر، الظلام لا يستمر، لابد لليل من فجر، وهذه الحركة ستنتهي طال الزمن أو قصر، وهذا ما أكرر في كل حلقاتي بأنه لابد لليل من فجر، والحركة الحوثية إلى زوال ومشروعها إلى زوال، والمستقبل سيكون لأولئك الضعفاء الذين شردتهم الحركة الحوثية ونفتهم إلى بلدان أخرى، وأولئك الذين هم داخل السجون وأولئك الذين قتلوا أيضا والشهداء سيتحقق مشروع اليمن الكبير الذي نحلم به، وسيكون هناك دولة اتحادية بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيل الأكاديمي والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.